السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي الحلوين، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من المستوى الثاني. النصيحه الاولى في المستوى الثاني. اخذنا في المستوى الاول الفتحه والكسره والضمه، قراءه الفتحه والكسره والضمه، واخذنا عليهم كلمات كتير جدا. اليوم ان شاء الله بدايه المستوى الثاني، اهو هنكتب اهو النصيحة الأولى. المستوى الثاني النصيحة الأولى للمستوى الثاني. نبدأ ببركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. وناخد المستوى الثاني، أول نصيحة الحرف الساكن. الحرف الساكن، قبل ما نتحدث عن الحرف الساكن نتحدث نقول الحرف الساكن أو الحركة ثلاث أنواع: الفتحة والكسرة والضمة. ضاء من الضمة، بعض الناس يقول لك ايه ضمة، هي من ضاء، هي ضاء ضاء، يعني ما تحطش لسانك ما بين سنان. الفتحة والكسرة والضمة، الضمة والفتحة والكسرة دي الحركات. أما السكون فهي ليست حركة، إنما هي علامة، علامة وقف. يعني العلامة دي بيقول لك تقف عند الحرف ده، ما تكملش، ما تشبكش فيه حرف تاني. طيب السكون في الكتاب، في الكتب العادية اللي عندنا بيبقى على شكل كده، مش عارف دي باينة غير ليه، والله مش شايف ان هي باينة، مش واضح ان هي باينة. بتبقى عاملة زي الخمسة كده، دي في الكتب العادية. طب في القرآن بتبقى عاملة زي حرف الحاء الصغيرة، دي سكون. يقال ايه بقى عن الساكن؟ يقال ان الساكن لا ينطق وحده، الساكن لا ينطق وحده، لا ينطق الساكن وحده. يعني ايه؟ الحرف اللي عليه سكون ما ينفعش انطقه لوحده. بعض الـ 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 الناس للأسف الشديد بيجي يعلم الطالب يقوم يعمل له كده ألف ويحط له عليه سكون ويقول له إيه؟ أ ب ت ث، خطأ. ليه؟ لأن الحرف الساكن لا ينطق وحده أصلا، ما ينفعش أنطقه. ده ساكن يعني واقف، أنا واقف أهو، أقدر أقول إن أنا مشيت خطوة؟ أنا واقف إزاي هقول إن أنا مشيت خطوة؟ إزاي يعني أنا هعد خطوة واحدة إزاي وأنا لسه أصلا واقف؟ فالحرف الساكن لابد من قراءته مع الحرف الذي قبله، مش الذي يليه، مش اللي بعده، لا اللي قبله. يبقى الحرف الساكن عليه سكون اهو لازم يقرا مع الحرف اللي قبله، لازم يقرا مع الحرف اللي قبله في مقطع صوتي واحد. وانا مش فاهم يا استاذ يعني ايه مقطع صوتي واحد، ركز معايا كويس جدا. المستوى الثاني هياخد السكون والشده واللام الشمسيه واللام القمريه، ده المستوى الثاني، السكون والشده واللام الشمسيه واللام القمريه. طيب نبدا الاول بالسكون، بنقول ايه؟ الحرف الساكن يقرا الساكن مع اللي قبله، مع الحرف الذي قبله، الحرف اللي قبله هو يقرا معاه. طيب يقرا في مقطع صوتي واحد،
فسر لي يا استاذ يعني ايه مقطع صوتي واحد؟ يعني حركه واحده صوت واحد يطلع، حركه واحده للفم تقرا حرفين مع بعض. يعني بقول ايه؟ ركز، خد كده بلاش الكلمة دي عشان تبقى ايه؟ عايزين كلمة أوضح شوية. ركز معايا في الكلمة دي، الكلمة دي فيها ثلاث حركات، الضمة والكسرة والفتحة، فيها ثلاث حركات، تمام. خد بالك بقى، تقرأ على ثلاث مقاطع صوتية، ثلاث مقاطع، أيوة على ثلاث مقاطع، إزاي؟ بقول إيه؟ شوربة، هي فين يا أستاذ المقاطع الصوتية؟ أهي، شو، حركة الفم للشين بس، شو، والفم رجع اتحرك تاني لحرف الراء، شو ري، با، اتحرك الفم ثلاث حركات، كل حركة بنقول عليها حركة صوتية، مقطع صوتي. شو اهي، شو الفم، ضم الفم، شو ري با. طب ما يا استاذ ما احنا هنقرا كده برضه، تمام. هنقرا بقى الحرف الساكن مع اللي قبله في حركة واحدة للفم. المقطع الصوتي هو حركة واحدة للفم تخرج صوت واحد بس لحرفين اتنين مع بعض، صوت واحد وحرفين مع بعض، ايوه. وهنقول حاجات كتير جدا حالا دلوقتي، ركز معايا كويس جدا. ركز كويس جدا، هناخد الحرف ده كله، الحروف دي كلها حروف متحركه، متحركه يعني ما فيش ولا حرف عليهم سكون، ولا حرف ساكن ولا حرف ساكن. العين على الفتحه والدال على الفتحه والميم على الفتحه والدال على الفتحه، كلها بحركه الفتحه اهو، ما فيش الا حاله واحده بس هي اللي بحركه الضم، الالف اللي عليه ضمه والميم عليه فتحه. لما اجي اقرا الكلمه دي، ركز كويس جدا، لما بقرا الكلمه دي بقول ايه؟ هقراها في مقطعين اثنين، في صوتين اثنين، ع د، حركتين اتنين للفم اهو، ع د ع د. طب ودي ما د، برضو مقطعين اتنين، برضو صوتين اتنين، هنا ق د، ودي ع ز، ز وليست ذا، ما تحطش لسانك ما بين اسنانك في حرف الزاي، ز ز، ها جا جا را جا را، ها او ما او ما. ركز بقى كويس جدا، يقال ايه؟ يقرا الساكن مع اللي قبله، ايه الساكن مع اللي قبله؟ يعني انا عايز احط سكون على حرف من الحروف دي، هحط على انه حرف من دول، من الاثنين دول؟ لا مش على حرف العين، لا لا ما ينفعش على حرف العين. ليه يا استاذ؟ لان عشان ينفع على حرف العين لازم يكون في حرف قبليه،
برافو عليك، برافو عليك يا عمر، برافو عليك. امال ايه؟ امال ايه؟ لا يا استاذ، ده هيوضع على حرف الدال اهو. برافو عليك. نكمل بقى كل كده ونكتبهم هنا. طب ليه حطيناها على حرف الدال؟ عشان هو دال؟ لا، لأن الساكن لازم يكون فيه حرف قبليه، تمام. الله موت، وبعد كده إيه؟ نبدأ نقراها. معلش الأصوات بتاعت الطريق بس. هنا قلنا عادة 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 عادة، العين خدت صوت لوحدها والدال خدت صوت لوحدها. أنت عارف هنا أقول إيه؟ ها؟ ما أقولش عادة. لا ما ينفعش. ده يبقى إحنا بنقرأ دي. أنا عايز أقرأ دي اللي عليها سكون. أعملها إزاي؟ هقرأ الحرفين الاتنين مع بعض. إزاي؟ هقرا، خد بالك الحرف الساكن لازم الثاني يقرا مع الاثنين مع بعض. يعني ايه مع بعض؟ يعني ما ينفعش اقول عا وقف. اذا وقفت مش هعرف انطق الدال ابدا على سكون، لان الوقوف هنا اصبح ان الدال دي هتاخد صوت لوحدها، وما ينفعش الحرف الساكن ياخد صوت لوحده، ده لازم بياخد صوت مع الحرف اللي ايه؟ الذي قبله. طيب يعني اقول ايه؟ هنطق، ركز معايا بقى، هتنطق العين كامله. عا كامله. كامله ازاي يا استاذ؟ ما احنا عندنا الحرف ممكن انطق نصه بس. نصفه؟ نصفه. ازاي يا استاذ؟ ها يعني العين دي هنطقها نص ازاي يعني؟ ركز معايا، بص الحركه فاهم كده، هو ايه؟ هنطق حرف العين في الاول. ده نص الحرف. نص الحرف. طب النص الثاني بتاع الحرف اذا كان بقى مفتوح هيبقى مفتوح او مكسور او مضموم. عاد. يبقى هنا الحرف هقطع نص، بس هقطع نص مش في حرف العين، في حرف الدال. طب الدال هنطقها ازاي؟ شوف دال، مش دي اسمها ايه؟ ها؟ ده انا هاخد بقى النص الاول ده مع العين كامله، هنطق العين كامله واخد نص الدال، فنقول ايه؟ عا، شوف عا، عد د اهو، عد ها، عد. طب ودي ها؟ ما، لا ما وقف ما ينفعش، لازم الاثنين في صوت واحد. ما ها، ما ما دا، لا مش ما دا، ما خدت صوت والدا خدت صوت، انما انا اقول ايه؟ مد. تقدر تفصل لي دلوقتي الدال عن الميم؟ استحاله. مد مد ها، عد مد. قا 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 وليست كا، ركز. قا قد قد قد. عز عز ها، جر جر، الاثنين مع بعض جر. ما ينفعش اقول جا، لو قلت جا هنطق اهو ايه؟ را، جا را، جر. طب وهنا بقى او او وقف، ما ينفعش اقول ايه؟ او ام. تاني عد. درب نفسك، درب نفسك ازاي تنطق الحرف الساكن مع اللي قبله. عد مد ها، قد عز جر
أم. طيب ها مين بقى يقرأ لي؟ ها ما برافو عليك. لا مش مين بس، ها مع بعض، ها ما الحرفين مع بعض بصوت واحد. مر، ما كملش الراء، ما كملش اخد النص بتاع الراء بس، نص الحرف. مر مر. ها طب ودي ها برافو عليك. شد شد. ها ده ده دق دق. ها ها هز 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 هز. ها ها هل 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 هل. دم دم دم. ركز في حاجه قبل ما انسى اقولها لك. لو ما عرفتش تقرا المجموعه الاولى النصائح المستوى الاول، تعرف تقرا حروف مفتوحه ومكسوره ومضمومه، لا تنتقل الى هذا المستوى خالص. ما تنتقلش للمستوى الثاني الا اذا تمكنت بنسبه 100% قراءه وكتابه صحيحه للمستوى الاول. لان المستوى الاول بيترتب عليه المستوى الثاني. المستوى الاول لو انت ضعيف فيه صدقني هتفضل ضعيف في القراءة والكتابة والإملاء مدى حياتك. لازم تخلص المستوى الأول حتى لو واخد منك وقت، ياخد اللي ياخد مش مشكلة الوقت، بس المهم لازم تنتج في المستوى الأول، لازم يخلص بنسبة 100%. لا تتعجل الأمور، لا تتعجل. لو ما تعجلتش صدقني أقسم بالله بأمر الله هتوصل بكل سهولة. فخليك واحدة واحدة، لا تتعجلي يا أختاه، لا تتعجلي الأمور، خذي الأمور واحدة واحدة، ابدأي صح واطلع درجة درجة على السلم. ها طيب لما نيجي ناخد بقى هنا في وسط الايه الحروف دي كده، ها حاجة تانية كده زي كده. ها مين يقرا دي؟ ها بل بل بل. ها أن إن شر شر شر. فر فر فر. ها أخ أخ أخ.
أخ. عم جد خذ نم فل أكلة هي بيحبها المصريين. إيه ده أستاذ؟ هقراها ازاي دي؟ دول كم حرف؟ دول أربعة يا أستاذ، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أحرف. أربعة أحرف؟ آه، طب أقراهم ازاي؟ يا باشا إحنا قلنا إيه؟ يقرأ الساكن مع اللي قبله، هو فين حرف الساكن؟ حرف اللام يا أستاذ، ده، برافو، ده مش ألف. حبيبي ده مش ألف. لو كده ومفيش حاجة مش متصل بأي حرف بعده ما يبقى كده ألف، لو اتصل بالحرف اللي بعده ما يبقاش ألف، ده لام. ركز كويس جدا. هننطق الفهم مع اللام يا أستاذ. فيلا 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 فيلا، غلط 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 غلط، مش حاسمها فيلا فيلا. اقرأ الساكن وقف، اقرأ الساكن مع اللام وقف، أقول إيه؟ هقسمها. إزاي يا أستاذ أقسمها؟ ركز، أي كلمة أي كلمة فيها حرف ساكن حط حرف، حط بالقلم ده بأي قلم خط تحت الساكن مع اللام وبس. دول هيقرأوا مع بعض، الفاء واللام هيقرأوا مع بعض. ها؟ هلا؟ ده في كمان وهنا برضه الفاء واللام هيقرأوا مع بعض. لو قسمت الكلمة بالشكل ده بفضل الله، أنا متأكد مليون في المية بفضل الله إنك هتقرأ الكلمة بطلاقة واضحة جدا جدا وصحيحة 100%. طب انا قسمت ازاي؟ اقرا ازاي؟ في لا في لا، هو انت كده قسمت؟ وانت لما تقراهم الاربع حروف مع بعض قسمت؟ ده انت هتقرا كده هتقسم يعني هتقف هنا. اقول ايه؟ ها؟ في لا، اقرا الفاء الايه؟ الساكن مع اللي قبله، اقراهم الاثنين مع بعض عشان ده عليه سكون اهو، يبقى اقرا الاثنين معاها على طول. ساكن مع اللي قبله زي المرأة الحامل، بطنها جنين. هل الجنين بيطرق بطن الأم وقت ذهابها إلى السوق، وقت النوم، وقت الجري، وقت الطبخ، وقت الغسيل؟ أبدا، هو معاها. أو الحرف الساكن ملتصق بالحرف اللي قبله زي الجنين ما هو ملتصق بإيه؟ ببطن الأم. ها؟ فنقرأ إيه؟ فل، برافو عليك، برافو عليك، فل، ها؟ فل، برافو عليك. تبقى الكلمة كلها اسمها ايه بقى؟ فل 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 فل. في المغرب ما بيقولوش عليه فلفل، بيقولوا عليه فل فل. في دولة المغرب بيقولوا عليه فل فل. طيب، تحياتي لكل الشعب المغربي، ركز معايا.
كمان اربع حروف اهو مع بعض. ها اربع حروف مع بعض. اقرا كده معايا. ها ماشي. ها برافو عليك. هنا هقف اهو. انا عاملها لك بلون اثنين عشان ما اشدش خط، بس انت المفروض هتشد خط بالقلم الرصاص او باي اقتراب. بشد خط عشان اقطع كل اثنين مع بعض واقف عندهم. لازم اقف. ها مش 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 مش. نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله النصيحه الثانيه من المستوى الثاني ان شاء الله. اي استفسار اي تواصل 010-211-69941 او من خارج البلاد زائد 210-211-69941. والى لقاء اخر نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبكم في الله. على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.